السلام عليكم قبيدات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، اموركم هانيه. غادي نبدا معاكم الروتين ديالي من الكوزينه. من بعد ما فقت الصباح، رضعت ولدي، بدلت ليه يعني ناضي فاضي، الدوش ما بقيتش غادي ندوش ليه دابا يعني حتى يبرى. اللهم لك الحمد، يعني راه ولا شويه. وغادي نشارك معاكم الطريقه دابا اللي كندير ليه. اللهم لك الحمد، يعني راه ولا شويه. المهم الكبيدات هنايا، غادي نطيب هنايا الكرعي اللي كان جاب المزابي داك النهار. كتعرفوا كما قلت لكم كنخشيهم في الكونجيلاتور، نت هذا النهار معطله، المكازا كتسد اليوم نهار الحد ما كاين حد. عجنت شويه ديال البطبوط، الخبز ما بقاش ليا، عجنت صافي شويه ديال البطبوط، وما عنديش الوقت باش نمشي للمكازا دابا شي 12، والمكازا كتسد مع 12، يعني ديما نهار الحد عاده كان خاصني نمشي لهنا. عاده كتفكري الملحه تسالات لك والزيت وكلشي كلشي، نهار الحد نهار اللي كتكون سد المكازا عاده كتشوفي راسك ناقصينك بزاف ديال الحوايج. المهم الكبيدات خديت هنايا كيما قلت لكم الكرعين، غسلتهم مزيان ودرتهم هنا في كوكوط. خديت هنايا البصله حتى هي قطعتها ودرتها، درت شويه القزبور ومعدنوس حتى هما قطعتهم ودرتهم. خديت هنايا الثومه، غادي ندير الثومه الطريه والثومه غبره. الثومه البنات راه كتسرع علينا الكرعين، يعني داك الزفوره ديال الكرعين وداكشي كامل راها كتزول، كيجيو غزالين. الناس اللي عزازين عليهم الكرعين فحالي انا ومزابي وليداتي ما يحملوهم ما يقبلوهم. عندك النهار ديال الكرعين ونهار العيد الكبير ديال الدواره كيقول لك الدار خانزه ما كيبغيوش، عرفتي كيدخلوا الكوزينه سادين نيوفهم، ما كيحملوش داك الريحه ديال الطياب. عزيز عليهم هكاك العيد الكبير، يحضروا الذبيحه الاجواء ديال العيد، ولكن باش ياكلوا الدواره وياكلوا الكبده هكاك ما كيبغيوهاش. دابا قال لي بابا واش كيشم الريحه ديال الكرعين، قال لي ماما واش اليوم كاين العيد واش ذبحتوا الحولي؟ هذا اسلام. قلت له ولي راه هادو غير الكرعين صافي. هنايا دابا غادي ندوز، درت هنايا شويه ديال الميها باش العطريه ما كتحرقش، درت هنايا شويه ديال الفلفله حمراء، شويه ديال الكمون، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال السكينجبير، وشويه ديال الثومه غبره، وبطبيعه الحال مليحه. كنكثروا هنا شويه ديال الفلفله الحمراء باش كيجي تجينا داك المريقه هكاك حميمره. ودرت هنا شويه ديال العطريه ديال اللحم اللي فيها المروزيه، كيجي فيها واحد المذاق البنات. هاد العطريه ديال اللحم ديروها في اي طياب، في اي طياب عندكم ديروا هاد العطريه ديال اللحم، راه كتبنن الماكله لواحد الدرجه ما تصوروش. درت شويه الزيت البلديه، شويه زيت الروميه. هنايا عندي مطيشه الحك، ما كنديش فيها مطيشه كركوبه، كناخذ غير مطيشه الحك. خديت هنا واحد المعلقه عامره ديال مطيشه الحك، واللي بقى راه كشوني كنديرو في السلوفان وكنخشي في الكونجيلاتور، ما كنخليهش في هاد لي بواط كونسيرف، ما كنخليهمش هما، راه دغيا كتكحل ودغيا كتسمم. غير تكملوا مطيشه الحك ديروها في السلوفان وخشيوها في الكونجيلاتور. صافي من بعد ما تقلاو الكرعين رانا مرقت عليهم وخليتهم كيطيبوا. بطبيعه الحال الحمص يعني راه عندي مرطب، يعني حتى كيطيبوا الكرعين نص طيبه عاد كنضيفوا الحمص، ومزود الحار يعني حتى كيطيب الحمص عاد كنزيد داك مزود الحار يعني باش ما يتفرقعش. هنايا الوليدات كما قلت لكم ما يبغاوش ياكلوا لي الكرعين، خليت لهم هنايا لادان، صدوره ديال الدجاج، ماشي لادان، هادو صدوره ديال الدجاج كنت جبتهم عند تركي، وكنغسلهم بالملحه والخل وداك والحامض كيكونوا. اسمح لي البنات كنهضر معكم مبقاش طايب دوني الحلاقم. كنخشيهم في الكونجيلاتور فحال شي نهار ما عندي ما نطيب ليهم، ولا طيبت حنا شي حاجه وهما ما بغاوهاش، يعني كيكونوا هادو كينفعوا. كديروا لهم هكا لي بروشيت مع لي فخيت مع شليضه، يعني الوليدات كيبغيو هاد الماكله هادي مزوقه، لي بروشيت والفريز عزاز عليهم الدراري. المهم خديت هنايا شويه ديال المعدنوس بيه باش غادي نشرمل هادوك القطيبات ديالي. هنا كندير لهم البنات الخل، الخل ديروه في جميع انواع دي بروشيت ديال اللحم، الشوى، في اي حاجه ديروا داك المعلقه ديال الخل، كتهشش لينا اللحم، كترجع لينا اللحم زبده، وكيجي اللحم فتيه البنات. هي والزيت البلديه، الخل والزيت البلديه راهم والخل كثار البنات. صافي هنا غادي ندوز ندير العطريه، درت شويه ديال الخرقوم، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال التويمه غبره، وشويه ديال البزار، ودرت هنا شويه تاج ديال الكمون، غير راس المعلقه ديال الكمون، واحد المعلقه صغيره ديال الفلفله حمراء. هنا صافي غادي نفركهم مزيان بهاد الزويته بلديه، وغادي نخليهم واحد الساعه يعني حتى كيشربوا داك العطريه، يشربوا داك الاقامه عاد باش ندوز. غير غادي نقليهم البنات، غادي نستفهم في
فهذا في العواد نركبهم هكاك في العواد ديال لي بروشيت، وغادي نقليهم لهم غير في الزيت، كيجيو بنانه بالنسبه لهاد العطريه كلهم، لا الدجاج ولا اي حاجه اللي كتشوى ولا كتقلى من اللي كتعطريها قبل، غير ما كتزيد تبنى. هنا الكبيدات ديالي صافي، الدجاج من بعد ما شرملتو راه درتو هنايا في هاد العويدات الخشب وقليتهم. انا قطعت العويدات حيت المقله ما عنديش كبيره بزاف اللي كنقلي فيها، هانتوما كيجيو مقرمدين والمذاق ديال الناس كيجي غزال غزال. قليت لهم انا شويه الفريت حيت مع غاديش يبغيو ياكلوا لينا الكرعين، ماشي بحالي ومزابي كان كتعرف وليدات اليوم ما كيبغيوش ياكلوا الكرعين الدواره وداكشي كامل ما كيبغيوش ياكلوها. هنا البنات خبزت انا غير شويه ديال البطبوط كما قلت لكم، فقت شويه معطله والمكازا اليوم كتسد. صافي هانتوما بطبيعه ديال البنات كيجيو على على مزويناتهم، على مزويناتهم هانتوما محمرين على مزويناتهم. خبز هنا عرفتي الوليدات انا كنخبز وهما كياكلوا، ما عاد درتش 14 هنا ولا ما عرفتش شحال درت، درتهم هنايا غير صغوري. هنا المريقه البنات كتجي معي الملكه، كتجي معي الملكه وواقفه في اليديما ديالها. انتما شوفوا الكرعين، الكرعين كيفاش كيجيو، عشاق الكرعين بحالنا، بحال الكرعين الا كانوا هذا مشوطين ماشي هذوك اللي كيكونوا مسلوقين، شوفوا كيجيو واقفين في اليديما ديالهم. الحمام صاص بطبيعة الحال بعد ما كيطيبو نص طيبة، راه كنضيف ليهم الحمص، عندي مزود ديال الحار. سمحولي البنات إلا شهيتكم ولا كتوحم شي وحدة تسمح ليا، غنغزو الحمام صاص. هذا الحمص البنات كناخدو من الكرون فخي، من الكرون فخي فيها الحمص غزال البنات، عمرني جبت انا الحمص من المغرب. هانتوما شوفوا المريقة كيفاش معلكة فيهم، واختي راه الشعب ديال التغماس الا ما كانتش مريقة. صافي هنا دابا غادي ندير مزود الحار، عبد الرحيم ضروري كيبغي هو ياكل الحار، مزود ديال الحار. وصافي الكبيدات هذا هو الغداء ديالنا، نتمنى تكونوا ليا ويكونوا هاد الوصفات هادو كينالوا الاعجاب ديالكم. الوليدات الدجاج مع لي فخيت، هنايا صاوبت البنات واحد الطبق ديال الديسير هانتوما غنحطو ليهم هكا. كتعرفوا دابا العطله كنبغيو نتهلاو في الوليدات، هنا كان المول طاح ليا عرفتي راه كان غادي يتهرس. صافي خديت لهم هنايا المونغ اللي قطعته هكا هانتوما بهاد القطع، وخديت هنا فلان رفيت لي حضرته معكم، وشويه د الليمون التفاح الكاكي وشويه د البنان، المهم ياكلوا الديسير هكا يبقى لهم هاد التبصيل هكا. هادشي اللي كاين الكبيده. دابا ندوز نتغداو وندوزو ان شاء الله باش نحضروا المليويات. هنا الكبيدات ديالي صافي، من بعد ما تغديت هنا دزت عجنت هنايا المليويات ديالي، غادي نشارككم معكم بطريقتي ان شاء الله. خديت هنايا زلافه ونص ديال الطحين مع نص زلافه ديال الفينو، درت معاهم مليحه وشويه تاج الخميره المعجونه، غير شويه كاك ديال الخميره المعجونه، ومعلقه صغيره ديال العسل. يعني العسل كتبقى على حسب الكونتيتي، مثلا درتي كيلو ديال الطحين مع جوج زايد ديال الفينو راه كديري معلقه كبيره ديال العسل. العسل البنات كتعطينا البنه وكتعطينا التحميره في الملاوي. انا كنحضر معكم كنشرح لكم في نفس الوقت. هنا البنات غادي ناخذ واحد جوج معالق ديال الفينو، وغادي نضيف ليهم جوج معالق ديال الطحين، هما جوج معالق ديال الطحين، وغادي نضيف عليهم واحد نص خماره. هذه هي الخلطه ديال الكيكه اللي كتجي في الملاوي، كتجي زوينه الصراحه. انتما غادي نخلطهم، باش نخلط هادشي غادي نخلطو بالزيت اللي يكفاني. هنا البنات كنفكركم سندواف البنات، راه واعر الناس اللي بغيتو تصيفطو فلوس المغرب، الكود برومو هو كيبان لكم كوثر 01. الفيديو اللي شارحه فيه الطريقه كيفاش تانستالي و تيليشارجو من البلاي ستور سندواف، كيفاش تخدمو لابليكاسيون. اين فوا كتخدمو لابليكاسيون الا درتو كود برومو ديال كوثر 01 كيعطيكم 10 اورو، يعني الا بغيتي تصيفطي 50 اورو للمغرب كتوصل ليهم 60 اورو زائد الصرف اللي كيكون طالع. نتوما عارفين الصرف ديال مره طالع مره هود. ابليكاسيون واعره البنات اقسم بالله. شكرا البنات اللي كتصيفطوا كتصيفطوا لي في واتساب بانكم راكم صيفطتوا العائله ديالكم انهم توصلوا بالامانه سيغ بلاس. اون فوا كتصيفطي الفلوس
كيجيك ميساج في ميساج اس ام اس كيجيك في البلاصه كيعطيوك الكود ولا بيرسون اللي مصيفط عليه الفلوس حتى هو في المغرب كيتجيه ميساج يعني كيجيكم نتوما في نفس الوقت كيجيك انت ميساج وكيجي لا بيرسون اللي مصيفط عليه الفلوس ميساج فيه الكود داك الكود كتمشي للبنك الشعبي كتيري الفلوسات ديالك يعني سهله 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 البنات يعني عمليه من دار كتصيفطي فلوس لوالديك ولا لصاحبتك ولا لخالتك الله اعلم انا ديما كنصيفطو للمغرب دونك ابليكاسيون صراحه انا اللي هنيتي كما قلت لكم انا كنت كنمشي حتى البلوى كنخسر 20 اورو ديال الغازوال وكنت كنخلص على داك الفلوس كنخلص عليهم دي فوا 6 اورو دي فوا 7 اورو على حساب الفلوس واش مصيفطه اكثر ولا مصيفطه قليل دابا اختي ما كنخلص عليهم حتى شي حاجه بالعكس هما كيعطوني 10 اورو ولكن 10 اورو راه غير المره الاولى ملي كديري كتيليشارجي لابليكاسيون يعني ماشي كل مره يعطيوك 10 اورو اول مره كتيليشارجي لابليكاسيون كديري الكود برومو ديالي الا ما درتيش كود برومو ما يعطيوكش 10 اورو ضروري تدخلي كود برومو كوزار 01 باش تستافدي من 10 اورو البنات يعني ابليكاسيون ناقصه لي ابليكاسيون صراحه اللي واعره 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 والبنات تبارك الله كلهم طبقوها وكيصيفطوا لي كاوتر شكرا راه صيفطنا الفلوس للمغرب ما خلصنا عليهم والو بالعكس هما زادونا 10 ديال الاورو هاد الابليكاسيون عمرها غادي تختار حتى انا هاد الابليكاسيون عمرها تختارني كود برومو هو كيبان لكم الفيديو تلقاوها في صندوق الوصف اللي هضرت لكم فيه على الابليكاسيون ودرت لكم في داك الفيديو كيفاش غادي تيليشارجيو سندواف كيفاش غتخدموا الكود برومو كيفاش غتصيفطوا الفلوس يعني جيس كنزيد في لا فيديو هنا انا غادي ندوز معاكم المغربيات ديالي هنا من بعد ما عجنت العجينه راه خليتها هنايا ارتاحت ودرتها الكويرات ودابا غادي ندوز الكويرات غادي نطلعهم هنا الخليط ديال الكيكه ديالي ها هو راه عندي هنايا واجد دابا بسم الله هنايا غادي تسمحوا ليا كتقولي لي كاوتر ديما ملي تكوني تخدمي هبطي لينا باش نشوفوا مزيان شنو كديري ها نتوما البنات ما تبقاو لي غير على خاطركم اولا الملاوي من الطلقه الاولى ما كتلقوهمش دايرين ها نتوما كتلقوهم طوالين نتوما شي العجينه ملي كتكون معجونه مزيان البنات عندي لكم واحد المفاجاه ان شاء الله غادي نجيب يا اختي اللي غادي يعاونني في الدار كوتر ما غاديش تبقى تعجن بيديها المهم واحد المفاجاه ان شاء الله غادي نهضر لكم عليها ان شاء الله ماشي في هذا الفيديو هذه المهم غادي يعجب لكم الناس اللي كديروا الحلويات الناس اللي مبليين بحالي في الكوزينه بزاف غادي ترتاحوا والله حتى غادي يرتاحكم وغادي يهنيكم راه واقيلا يبان لكم علاش كنهضر شويه هانتوما البنات شي العجينه ملي كتكون معجونه مزيان هانتوما كتهنيك هنا دابا عندي الزبده انا الزبده ما كنحتاجش انني نذوبها صافي كنديرها هكا كنطلق بها هكا كنبقى ندوز بها كيجيو مليويات هاد الناس هانتوما محلولين وغزالين على مزويناتهم الزبيده هي كدوب هنا دابا غادي ندير شويه من هاد الخلطه هادي كندوزها هكا خلطه ديال الكيكه صافي ما كنحتاجش انني نبقى نزيد في الفينو ولا شي حاجه صافي دابا غادي نجد هاد الجهه وغادي نديرها هنا هادي كنديرها هنا وهادي كنديرها هنا فهمتوما كندير شويه ديال الزبيده انا من النوع اللي كيعجبني الملوي يعني يجي محلول هنا ندير شويه من هاد الخلطه صافي وغادي هاد الجهه نرجعها هنايا هانتوما ساهل ماهل البنات هنا صافي دابا كنبقى نطلق وهاد اليد هادي كنجور بيها كنطلق وهاد اليد هادي كنجور بيها ومرة مرة كندير زبيدة مع هاد الخلطة هادي
وانا كنصلح وهاد اليد هادي كنجرب بها صافي. هنا دابا كنبقى نرولي هنايا هانتوما عاوتاني كنصلحها هنايا مزيان وانا كنجرب هاد اليد هادي وكندير هاد الخلطه مع الزبيده هكا الملاوي راه هما الزبده حيت الا ما كثرتي لهمش الزبده ما يجيوش مفروقين مزيان صافي. وهادي كنبقى كنلوح هكا ندير شويه ديال الزبيده وملي كتبغي تذوب زبده ذوبها. انا هادي ما كنحتاجش اصلا هي كتذوب دغيا ما كنحتاجش نذوبها غير هكا كنكتفي بها. كندير شويه من هاد الخليط صافي. وهنا دابا غادي ندوز نلويها نلويها وهادي راه كنجي كنخشيها هنايا ها هي الريويه ديالي بالخف البنات بالخف بالخف صافي. غادي نكمل بهذه الطريقه تنكمل الملويات اللي عندي كاملين خفا زربان. هنا الكويدات صافي دابا غادي ندوز الخبز صافي. من بعد ما كملتهم غادي نرش هنايا شويه ديال الزويته. البنات راه شفتهم راه رجعوهم لي بلاك راهم جابوهم في اكسيون اللي باقا مهتمه باغا تاخذهم راهم جابوهم. نهار اللي مشيت ناخذ الشارجور ملي كنت نعسى في السبيطار لقيتهم حاطينهم صافي. هنا دابا قلت لكم غادي ندوز الخبز بسم الله. كنحاول انني ندرسها شويه هنايا في المخلة هكا كتهني كطيبي ثلاثة دقة وكتنوضي نايضة. هنا العافيه بين وبين ملي كنشوفها سخنات بزاف رانا كنعاود نطفيها ماشي كنطفيها كنقص منها كنرشو غير شويه الزويته مع تبارك الله فيهم الزبده وفيهم. هنا بالنسبه للعجينه ديال المسمن تكون ديال الملاويه البنات من الاحسن تكون قاصحه ماشي قاصحه بزاف الا كانت مرخوفه عاوتاني راه كترخى ليكم بزاف الملاوي ما كيجيكمش محلولين ومفاش مشي من الداخل. هنا راه نقصتها درتها على ثلاثه انا زدت فيها فين نشوف دابا واش راهم هدا دغيا كيتحمروا تبارك الله محلولين من الداخل. نوجد واحد اخر شي ملي كتكون العجينه كما قلت لكم شاده في راسها يعني كتلعبي بيها كما بغيتي. عندك الوجين عندك واحد بروشيت بروشيت هاكي ها هو بروشيت وإلا ما كملتش ديالها قالت لك بغيت بروشيت. يلاه سيري فوق الطبلة مام دوري وتبارك الله كيجيو محلولين كيما قلت لكم ومقرمشين. شوفوا كيفاش كيجيو كيتنفخو كاملين البنات. ماما يسلم عطال يسلم عطال زيد غير شويه وغادي نحيدها ونحلو معاكم ملي يبردو البنات حيت دابا راه ما تقديش تقيسي فيهم.
الوداد ديالي صافي. من بعد ما كملت هنايا الخبيز ها نتوما يعني اسمحوا لي كنقاد الكاميرا كما كنقول لكم خفان زربان ها نتوما بليويات ديال تبراد القلب. هنا عندي سبعه واعرين الناس الا سمحوا لي اختكم انا باقا مقرجطه شويه. هنا غادي نخليكم وحده باقي عرفتي سخون 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 ها نتوما شوفوا تبارك الله كيفاش كيجي كله كله باقي سخون حيت خبزته في البلاصه كشي مع البلانشا يعني بالزربه. هانتوما شوفوا كيفاش كيجي محلو ديال البنات كيشهي كيشهي البنات كيشهي كيشهي سخون سخون هانتوما كله يا البنات كيجي محلو العالم زويناتو مليويات ديال تبراد القلب ديال هاد الوقيته هادي. المهم الكبيدات ديالي كنتمنى هاد الوصفات اللي قدمت لكم ينالوا الاعجاب ديالكم. بطبيعه الحال اخوتي ما تنساونيش من اللايكات ديالكم الكومنتات البارطاج ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله.